صباح الخير واهلا وسهلا بكل مشاهدي موقع صدى البلد وتغطيه اقتصاديه جديده. وهنتكلم على المستوى المحلي لان هناك حاله من الاستقرار اليوم في اسعار الذهب والدولار، بينما عالميا انخفضت اسعار الذهب بشكل كبير جدا. مع حضراتكم الان هنتعرف بالتفصيل على اسعار صرف الدولار وايضا اسعار الذهب بمختلف اعيره. مشاهدينا نبدأ بأسعار الذهب، ومحليا استقر بالفعل سعر الذهب اليوم في المحلات الصاغة، ليبدأ سعر الجرام معيار 21 من 1745 جنيه للبيع بتراجع قدره 205 جنيه من أعلى سعر في شهر يناير واللي كان 1950 جنيه. سجل أيضا سعر عيار 24 والأعلى فئة في المشغولات الذهبية اليوم الجمعة 2017 جنيه للشراء فقط، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا وانتشارا في محافظات مصر 1765 جنيه فقط للشراء. ووصل أيضا سعر الجرام عيار 18 ل 1513 جنيه فقط. وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 14120 جنيه. عالميا تراجعت أسعار العقود الأجلة للذهب، وذلك عند تسوية تعاملات جلسة مساء أمس الخميس لأول مرة في أربع جلسات مع ارتفاع الدولار بالفعل. وعند التسوية تراجعت العقود الأجلة للذهب وذلك بنحو 0.3% أو 4.9 دولار إلى 18.40 دولار للأونصة الواحدة. أما عن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، فأكد أمير رزق عضو شعبة الذهب أن هناك تكهنات عديدة بأن يحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر تراجع كبير جدا بقيمة 100 جنيه، وذلك في سعر الجرام الذهب من أول مارس وحتى أول شهر رمضان المبارك، وذلك على إثر إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما جعل المستثمرين يهربون من الاستثمار في الذهب هذه الفترة. مشاهدينا، بالنسبة لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، فما زالت هناك حالة من الاستقرار والهدوء الشديد جدا في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، واستقر بالفعل الدولار في مستهل تعاملاته اليوم الجمعة، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية. وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري إلى 30 جنيه فاصلة 58 قرش للشراء مقابل 30 جنيه فاصلة 69 قرش للبيع. وسجل أيضا سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي وبنك مصر حوالي 30 جنيه فاصلة 48 قرش للشراء مقابل 30 جنيه فاصلة 58 قرش فقط للبيع. وجاء أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي واللي وصل ل 30 جنيه فاصلة 63 قرش للشراء مقابل 30 جنيه فاصلة 68 قرش فقط للبيع. ووصل أيضا متوسط سعر الدولار في معظم البنوك الخاصة إلى 30 جنيه فاصلة 58 قرش للشراء مقابل 30 جنيه فاصلة 68 قرش للبيع، وذلك في كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك الأسكندرية وفيصل الإسلامي وكريدي أجريكول وبنك قطر الوطني والبنك الأهلي المتحد والمشرق وبنك بلوم وبنك الكويت الوطني. مشاهدينا، قدمنا لحضراتكم تفاصيل أسعار الدولار والذهب محليا وعالميا. انتهت تغطيتنا الاقتصادية، لكننا مستمرين معكم في متابعة كل جديد على مدار اليوم. بشكركم.